قبل ما نبلش شوف الفيديو اللي على الشاشة. We're entering an era in which our enemies can make it look like anyone is saying anything at any point in time, even if they would never say those things. للي ما بيعرف هذا الفيديو للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما وبيحكي فيه عن مخاطر الأخبار والفيديوهات الزائفة. بس شو رأيك إنه الفيديو هذا أصلاً مفبرك أو مزيف؟ نعم صحيح، الفيديو اللي شفته فيديو مفبرك ومزيف، والفيديو الأصلي على الشاشة. This is a dangerous time. Moving forward, we need to be more vigilant with what we trust from the internet. It's a time when we need to rely on trusted news sources. ظهور مثل هيك فيديوهات وتصنيعها بطريقة احترافية مع وقوع شخصيات سياسية ومهمة كضحايا لهذه الفيديوهات بتخلي تزييف الصور أو الفوتوشوب كما متعارف عليه إشي بسيط وقديم مقارنة مع العهد الجديد اللي رح تنتشر فيه تزييف مقاطع الفيديو. عشان تفهم الفكرة في مثال ثاني عنا، وهو مقطع من فيلم هوم ألون الشهير اللي تم تزييفه وتغيير الوجوه اللي فيه. لاحظ انه وجه الطفل تم استبداله بوجه الممثل سيلفستر ستالون المشهور برامبو. الفيديو بخليك ترتعب من التزييف العميق. بهذا الفيديو رح نسلط الضوء على هاي التقنية ونعرف كيف ممكن تأثر علي وعليك. اهلا وسهلا في كوكب التقنية، معكم مقدم الحلقة جواد ذياب. اول شيء لازم نعرف ايش هو التزييف العميق. التزييف العميق بكل اختصار هي عملية انشاء مقاطع فيديو مزيفة باستخدام برامج الحاسوب اللي بتعتمد على الذكاء الاصطناعي. اول ما تشوف امثلة على هاي التقنية رح يصير فيك مثلنا، يعني تشعر بالدهشة والخوف بنفس الوقت، لانه هاي التقنية بيعتبروها المختصين التقنيين احد اخطر الاسلحة في هذا العصر، ممكن انها تضاهي الاسلحة التقليدية. الخطورة انها هاي المقاطع المزيفة بتم انتاجها عن طريق برامج التعلم العميق واللي هو احد فروع الذكاء الاصطناعي. يعني هذا التعلم يعتمد على التحليل والدراسة والتدريب على عدة حالات وسيناريوهات لحتى يعطي نتائج بتضاهي أو بتوازي الواقع. طبعا النتيجة بتكون فيديوهات شبه واقعية وبتضاهي الفيديوهات الحقيقية، وبكون من الصعب كشف مثل هذا التزييف. عملية استخدام هذا التزييف العميق بيكون لأغراض متعددة وغالبا ما بتكون إيجابية، يعني بيكون منها تضليل إعلامي أو انحياز سياسي أو تشويه صورة لشخصية معروفة. وعادة لما يتم التزييف لهذه الشخصيات بيكون من الصعب من هذه الشخصيات إنها تقوم بإنكار هذه الفيديوهات لأنها شبه واقعية. الصراحة ما في حد لطرق استخدام هذه التقنية بالجرائم، لأنه ما في حد بيعرف كيف رح يتم استغلالها مستقبلا. الموضوع بصير أخطر وأخطر كل ما زادت أو انتشرت هذه الفيديوهات على الإنترنت، وبكون من الصعب إنه نروح ننكر مثل هيك فيديوهات بسبب الحرفية العالية اللي تم تصنيع هذه الفيديوهات فيها، وبالتالي رح نضطر نفقد المصداقية لأي فيديو بيتم نشره على الإنترنت، خصوصا لما تصير عملية تزييف الصور والفيديو إشي طبيعي وسهل. بعد ما تشوف وتستوعب خطورة هذه الفيديوهات المزيفة رح يجي في بالك سؤال، وهو كيف بتم إنشائها؟ فكرة إنشاء الفيديو المزيف بيعتمد على تقنية التعلم العميق اللي حكينا عنها قبل شوية. يعني بنجيب نماذج حقيقية للضحية مثل صوره ومقاطعه أو مقاطع الفيديو الشخصية اللي إله، وبنجيب هذه الصور والمقاطع وبنضيفها للبرنامج اللي بيقوم بالتزييف. وكل ما زادت هذه الصور والمقاطع كل ما كانت جودة التزييف
أفضل وأفضل. بس خذ ببالك إن هاي المقاطع لازم تحتوي على نفس المواقف اللي بده يتم تزييفها. طبعا البرنامج ببلش يتدرب بشكل آلي على النماذج اللي أعطاه إياها المجرم، وبكون بتغيير الفيديو حسب ما بيطلب المجرم. هاي التغييرات بتشمل تغيير على ملامح الوجه أو الوجه نفسه، كمان الجسد، وكمان الصوت أو الكلام. آخر شيء النتيجة بتكون فيديو مزيف بإيضاح الواقع. للأسف أو لسوء الحظ هذه الفيديوهات ما بتكون بحاجة لخبير تقني لحتى يتم إنشائها، لأنها صارت سهلة الاستخدام ومتاحة للجميع. في ناس طالبت بتوفير برامج متقدمة للكشف عن هذا التزييف، وهي البرامج تكون معتمدة على التحليل الجنائي للوسائط الرقمية. بس للأسف هاي البرامج لساتها بمراحلها الأولية وما أثبتت كفاءتها لحد وقت تسجيل هاي الحلقة. برأينا إنه منصات التواصل الاجتماعي لازم تتعاون فيما بينها لحتى تطور برامج ذكية تكون بكشف الفيديوهات المزيفة، لأنها صراحة هي أكثر مصادر لانتشار هذه الفيديوهات على الإنترنت. عشان هيك لازم تقوم بمراقبة المحتوى اللي بيتم نشره عندها بشكل آلي لحتى تقوم بمنعه أو حذفه في حال الشك بصحته. المفروض كمان يتم اتخاذ إجراءات بحق الأشخاص اللي بيقوموا بنشر الشائعات والفيديوهات المزيفة. بالوقت الراهن عندنا ثلاث تحديات بتمنع برامج كشف التزييف العميق إنها تشتغل بكفاءة، وهذه التحديات هي: التحدي الأول إنها هاي البرامج ما بتقدر تميز ما بين الإشي الخطأ اللي لازم تحذفه والإشي الصح اللي لازم تخليه أو تحتفظ فيه. التحدي الثاني إنها هاي البرامج رح تساعد أو تعطي أولوية للشخصيات الأكثر تأثيراً مثل السياسيين، ورح يكونوا الأشخاص العاديين عندهم أولوية أقل من غيرهم. يعني لو أنت شخصية ذو تأثير أقل، خلينا نقول، من الشخصيات الثانية، بالتالي قد يتم تجاهلك إذا تم تزوير أو تزييف فيديو خاص فيك. التحدي الثالث والأكبر هي إنها هاي البرامج رح تساعد فعلا بكشف تزييف الفيديوهات، لكن غالبا راح تكون بعد انتشار هاي الفيديوهات فوات الأوان. يمكن حكينا كثير عن خطورة وسيئات التزييف العميق، لكن في شوية إيجابيات ولو أنها قليلة للتزييف العميق، وهاي الإيجابيات بتلاحظها أكثر شيء بالأفلام اللي بيقوموا فيها باستحضار شخصيات أو ممثلين اتوفوا قبل فترة. بس مع هذا الشيء هاي الإيجابية ما بتخفر للسيئات الكثيرة للتزييف العميق. بعد ما شفت وعرفت مدى خطورة التزييف العميق اللي ممكن يوم من الأيام يتم استخدامه ضدك أنت، خليني أطلب منك أنت بقية الأشخاص اللي بيستخدموا مواقع التواصل الاجتماعي إنهم ما يكونوا بنشر أي فيديو لحتى يكونوا متأكدين من محتواه، لأنه في هاي الفترة حتى اللي منشوفه إحنا بالعين صعب إنه يصدق. أخيرا حاول التخفيف قدر الإمكان من الصور والفيديوهات الشخصية اللي بتنشرها إليك على الإنترنت لحتى تحمي نفسك من التزييف العميق. وأنا من الآن غير مسؤول عن أي فيديو ضار بتم نشره لإلي على الإنترنت. بالنهاية ما تنسى تشارك المقطع مع أصدقائك لحتى نرفع مستوى الوعي التقني، كمان فعل جرس التنبيهات لحتى يوصلك كل جديد. متأسف على الإطالة، شكرا على المشاهدة، نشوفك المرة الجاي إن الله راضي.